ألم تر أن القلب يزدان رونقا إذا كان في روض الفضائل يورق؟ فعش هكذا حلوا جميلا كوردة، فإن جمال المرء في ده على بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. سهل أمورنا ويسر أعمالنا وبلغنا مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعد الله حق، ثم حقق لك ما تقدم من إنجاز الوعد ونفوذ الموعود. إنجاز الوعد ونفوذ الموعود، لكن على الوجه الذي يريد في الوقت الذي يريد. وأمرك في ذلك بالصدق والتصديق، ونهاك عن الشك والترديد، ليكمل بذلك فتح بصيرتك وتبتهج أنوار سريرتك. فقال: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود، وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وأخمادا لنور سريرتك. نقف عندها قليلا. هذه تسأل الله أمرا قد تتأخر الإجابة وقد تحجب عنك الإجابة، ولو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع، لأن الله عز وجل يعطيك ما ينفعك لدنياك وأخراك، فربما يكون لك أملا وطمعا في شيء وهو لا ينفعك، وربما تعرض عن شيء وهو خير لك. يقول عز من قائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك إذا تأخر الموعود عن زمنه فلا تقدح في هذا الوعد، ولا تظن أن هذا يعني الله لا يستجيب لك. إن الله لا يمل حتى تملوا، ما بمل الله سبحانه وتعالى، ولا يخيب أحدا. قال الحسن البصري: لو أقسمت لبررت، ما سألت الله شيئا إلا أعطاني. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فوعده حق، وموعوده سبحانه وتعالى منجز، لكن على الذي يريده لك في الوقت الذي يريد، الذي يكون لصالحك. لا تشك ولا تتردد، فإن ذلك يقدح في بصيرتك. البصيرة أن تنظر بقلبك إلى مرادات الله فترى أن فيها الخير كله، كل الخير في مراد الله، وكل الشر في هوى نفسك. والتشكيك في الشيء هو التردد في الوقوع وعدمه، والوعد الإخبار بوقوع الشيء في محله، والموعود المخبر به، والقدح في الشيء التنقيص له والغض من مرتبته، والبصيرة القوة المهيئة لإدراك المعاني، والسريرة القوة المستعدة لتمكن العلم والمعرفة. أي السريرة والمعرفة، المعرفة بالله، معرفة بمرادات الله، بمقادير الله. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. واعلم أن النفس والعقل والروح والسر شيء واحد، لكن تختلف التسامي، تختلف الأسماء. عقلك وروحك وسرك ونفسك كله راجع للمعاني التي أودعها الله في ذاتك. هذه ذات الإنسان، الروح، النفس،
العقل. هناك تفصيلات، الفرق بين الروح والنفس، تكون الروح في البداية ثم عند خروجها تسمى نفس، وعند، لكن كلها ترجع إلى مآل واحد، هي الموجودات التي أودعها الله في ذاتك. تختلف التسامي باختلاف المدارك، فما كان من مدارك الشهوات مآله النفس، لأن النفس كل مراداتها الشهوات، وما كان من مدارك الأحكام الشرعية فمدارك العقل، وما كان من مدارك التجليات الربانية والواردات الرحمانية فمدارك الروح، وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدارك السر، والمحل واحد وإخماد الشيء خفاؤه بعد ظهوره. إذن الإنسان أمام قضايا كثيرة، منها غرائز وتتعلق بالنفس، يعني غرست الشهوات في النفس غرسا، وهذه ينبغي أن يوجهها وأن يكون الإنسان حاضرا مع نفسه دائما، تدعوه إلى كثير من الشهوات التي لا يريدها الله عز وجل، ينبغي أن يحجبها ويعطيها ما أراد الله. مرادات الله في النفس مرادات النفع لا مرادات الضرر، ربما يكون هذا ضار لك. لذلك قال الله عز وجل: ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، كل ما كان طيبا أحله للنفس، وكل ما كان خبيثا حرمه على النفس. فمرادات النفس وطلبات النفس وشهوات النفس قد تختلط فيها الحلال بالحرام، فالذي يزكيها يعني يأخذ حلالها ويدع حرامها. أما الأمور التي نزلت بالأحكام فالعقل مدركها، الفقه، الأصول في الفهم للتوحيد وعقيدة التوحيد، الصفات، الأنبياء، الغيب وما فيه من كل ما أخبر الله عنه، كله مدار العقل. العقل الذي لا يدرك هذا الشيء يسلم، اسمه مسلم، يسلم لله عز وجل وأسلمت لله رب العالمين. أما التحقيقات، ما هي التحقيقات والتمكنات؟ الحقيقة هذه أمور لا علاقة للعقل بها ولا للنفس بها، هي هبات يهبها الله لمن يشاء يحققه بها، فيدرك ببصيرته ما لا يدركه العالمون. ربما يهب الله عز وجل لعبد أمورا لا يدركها من هو أعلم منه، والمثال على ذلك أن الله عز وجل وهب للمفضول أكثر مما وهب للفاضل في أمور، كما طلب من موسى أن يتعلم من الخضر، وموسى من أولي العزم من الرسل، وخضر عبد صالح، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه التحقيقات وهذه التمكنات، هذه في السر ما يعلمها إلا الله، ثم يمكنها لمن شاء من عباده. وإخماد الشيء خفاؤه بعد ظهوره، وهذه نعوذ بالله من أن يخفى الحق في نفوسنا بعد ظهوره. قلت: إذا وعدك الحق تعالى بشيء على لسان الوحي أو الإلهام من نبي أو ولي أو تجل قوي فلا تشك أيها المريد في ذلك الوعد. إن كنت صديقا فإن لم يتعين زمنه فالأمر واسع، وقد يطول الزمان وقد يقصر، فلا تشك في وقوعه. وإن طال زمنه، وقد كان بين الدعاء سيدنا موسى وهارون على فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، 40 سنة بين الدعاء وبين الإجابة. وأن تعين زمنه ولم يقع ذلك عند حلوله فلا تشك في صدق ذلك الوعد، فقد يكون ذلك مترتبا على أسباب وشروط غيبية أخفاها الله تعالى عن ذلك النبي أو الولي، لتظهر قهرية الله وعزته وحكمته في هذه القضية. كثير من الأحيان بعض الأنبياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن
يعطيها الإجابة على الأسئلة التي طلبها من اليهود عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر، عن ذي القرنين الذي ساح الأرض غربها وشرقها، عن الروح. تأخرت الإجابة كثيرا حتى قالت قريش محمد قلاه ربه. ثم جاءت لأمر يريده الله، لتبدو قهرية الله وعزة الله وحكمة الله في ذلك. تأمل قضية سيدنا يونس عليه السلام حيث أخبر قومه بالعذاب، أخبرهم قال لهم سيأتيكم العذاب بعد 3 أيام. لكن ما جاءهم العذاب ففر عنهم، وكان ذلك متوقفا على عدم إسلامهم، فلما أسلموا تأخر عنهم العذاب. وكذلك قضية سيدنا نوح عليه السلام حين قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فوقع مع ظاهر العموم، فقال الله تعالى له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يعني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عاش معه ابنه زمنا طويلا ولا يعلم أنه كافر، ما يعلم سيدنا نوح، وهذا نبي ومن أولي العزم، رسول من العزم، لا يعلم أن ابنه وزوجته كفار. لوط عليه الصلاة والسلام حتى جاء الملائكة وقالوا له، قالوا له إلا امرأتك، إلا امرأتك، إنه مصيبة ما أصابه. لماذا؟ ما تعلم أن امرأتك كانت تسر الكفر وتظهر الإيمان، ما تعلم. وكذلك ابن نوح حتى قال الله له إنه عمل غير صالح، يعني هذا كتلة من السوء، عمل غير صالح. وما له خبر سيدنا نوح؟ نوح رسول من العزم، ما يعلم. نعم، لتبدو قهرية الله وعزته وحكمته في ذلك، حتى قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ونحن إنما وعدناك بنجاة الصالح من أهلك، يقول الله عز وجل، يعني معنى قوله. وإن فهمت العموم فعلينا، فعلمنا متسع لهذا السر الخفي. كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكابر الصديقين لا يقفون مع ظاهر الوعد، فلا يزول اضطرارهم ولا يكون مع غير الله قرارهم، بل ينظرون لسعة علمه سبحانه وتعالى ونفوذ قهره. لذلك سيدنا نوح شو قال بعدها؟ قال ربي اغفر لي، يعني استغفر الله وتاب. ومنه قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. أنا ما أخاف منكم ولا من مكركم وكيدكم إلا إذا أراد الله أمرا. وقال سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، ما يكون لنا أن نعود فيها أي ملة إلا أن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. هاي سعة العلم الإلهي، هذا إيمان الرسل. وقضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا حتى سقط رداؤه، اللهم عهدك ووعدك، اللهم أن تهلك هذه العصابة أو العصابة لم تعبد بعد اليوم. أبو بكر الصديق يقول له، حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك كما وعدك. فنظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سعة قدرة الله وعلم الله وإرادة الله، فكان أوسع من أبو بكر لعدم وقوفه مع ظاهر الوعد. يعني ربما أراد الله أمرا آخر ولا يعلم رسول الله، وقف الصديق مع ظاهر الوعد أنه الله وعدك أن ينصرك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو ويلح لعلمه أن الله عز وجل قد ينجز الأمر في غير مراد الإنسان. فكل على صواب، أبو بكر على صواب لكنه على ظاهر القول، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أصوب لأنه أوسع نظرا وأكمل علما. أما قضية الحديبية فلم يتعين فيها الزمن بعد قوله تعالى، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. متى هذا الفتح القريب؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عمر حين قاله، ألم تخبرنا أن ندخل مكة؟ قال، أقلت لك هذا العام؟ فقال لا.
فقال انك داخلها ومطوف بها، لكن على علم الله. يعني ادب النبي عليه الصلاه والسلام امر عجيب، الانسان يعجل. الانبياء اوسعوا علما من بقيه الصديقين. فشد يدك يا اخي على تصديق ما وعدك الله به، وحسن ظنك به وباوليائه، ولا سيما شيخك. يعني اذا شيخك رايت منه ما تنكر لك ان تذاكره بها. فلا تعلم، لا تعلم لماذا شيخك القضيه هذه يعني فاتته، لا باس ان تذاكره. فاياك ان تضمر التكذيب او الشك فيكون ذلك قدحا في بصيرتك، لا، انت التمس عذرا. حتى ليس شيخك، كل مؤمن ينبغي ان نلتمس عذرا، فان لم نجد عذرا له نقول لعل له عذر لا نعلمه. نعم، ويكون ايضا اخمادا، اي اخفاء واطفاء لنور سريرتك. اذا صار عندنا هذه الشكوك، نشك بالناس وبما آلات الناس وبأحوال الناس، تنطمس البصيرة والعياذ بالله تعالى. وإذا انطمست البصيرة وخبى نورها، أصبح الإنسان يتخبط في ظلمات الجهل، قد يكون سببا في طمس هذا الشك، ويكون أيضا إخمادا وإخفاء وإطواء وإطفاء لنور السريرة. فترجع من حيث جئت وتهدم كل ما بنيت، فانظر أحسن التأويلات والتمس أحسن المخارج. لكل إنسان، ليس فقط لشيخك، لكل مؤمن التمس له العذر. فإذا رأيت ما تنكر لك أن تنصح، وبأدب النصيحة بينك وبينه، وتستفهم إن كنت لا تفهم. وقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: نحن إذا قلنا شيئا فخرج فرحنا مرة، وإذا لم يخرج فرحنا 10 مرات. يعني يطلب من الله عز وجل أمرا، فإذا تحقق الأمر يفرح به، وإذا لم يتحقق يتضاعف الفرح والسرور 10 أضعاف. وما ذاك إلا لوسع نظري وتمكني معرفة ربي. وقد يطلع أولياء، يطلع الله عز وجل أولياء على نزول القضاء، ولا يطلع على نزول اللطف. وهذه من عجائب تدبير الله سبحانه وتعالى، قد يطلعك على نزول القضاء ولا يطلعك على نزول اللطف. لذلك من السؤال المأثور: اللهم لا أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فيه. فينزل ذلك القضاء مصحوبا باللطف، فينزل خفيفا سهلا حتى يظن أنه لم ينزل. وقد شهدنا هذا وما قبله من أنفسنا ومن أشياخنا رضي الله عنهم، فلم ينقص صدقنا ولم يخمد نور بصيرتنا أو سريرتنا، فلله الحمد ربنا. تنبيه: كان شيخنا الفقيه العلامة سيدي التاودي أو التاودي ابن سودة يستشكل أو يستشكل هذه الحكمة، ويقول: كيف يتصور تعيين الزمان يعني في إنجاز بعد؟ إن كان بالوحي فقد انقطع، وإن كان بالإلهام فلا يلزم من الشك في البصير. يعني قد يشك الإنسان، إذ لا يجب الإيمان به. قلنا: كلامنا مع المريدين الصديقين السائرين أو الواصلين، وهم مطالبون بالتصديق الأشياخ في كل ما نطقوا به، إذ هم ورثة الأنبياء فهم على قدمهم. فللأنبياء وحي، وحي الأحكام، وللأولياء وحي الإلهام، لأن القلوب إذا صفت من الأكدار والأغيار ملئت بالأنوار والأسرار. طهر قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار، ولا يتجلى فيها إلا الحق. فإذا نطقوا بشيء من وعد أو وعيد يجب على المريد تصديقه، فإذا دخله تشكيك أو تردد فيما وعد الله على لسان نبي أو شيخي، قدح ذلك في نور بصيرته وأخمد سريرته. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الاعتكاف وجاءت السيدة صفية تزوره، خرج يوصلها، فمر اثنان من الأنصار وسلما مسرعين، فنادى عليهما صلى الله عليه وسلم: أن على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي هاي. قالوا: نشك بك يا رسول الله. قال: الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. لذلك ما 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 تشك، حتى لا يشك الإنسان، حتى لا يقع في سريرته في أحد الشيوخ أو العلماء الأفاضل،
يقع في سريرة شيء ما ينتقص هذا الشيخ، فإذا لم يتعين زمنه انتظر وقوعه، وإن طال وإن عين زمنه ولم يقع تأول فيه ما تقدم في حق الرسل من توقفه على أسباب وشروط خفية. وبهذا فرقوا بين الصديق والصادق، لأن الصديق لا يتردد ولا يتعجب، والصادق قد يتردد ثم يجزم، وإن رأى خلق عادة تعجب واستغرب. والله تعالى نعم. تجلي الله سبحانه وتعالى العبد لما كانت التعرفات القهرية ظاهرها جلال وباطنها جمال، لم يعقبها من أوصاف الكمال. لما يعقبها من أوصاف الكمال؟ ربما يشك المريد فيما وعد الحق عليها من خيرات وما رتب عليها من فتوحات. لذلك نبه الشيخ بن عطاء السكندري رحمه الله في قوله: إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك بالأعمال أنت مهديها إليه؟ وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك؟ شتان بين الكسب وبين الوهب. إذا وهب لك الله شيئا على قدره سبحانه وتعالى، العطاء على قدر المعطي. أما كسبك فكسبك لا يتعدى سعتك، أنت كل ما تقدم في جنب الله قليل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى. مهما كسب الإنسان، مهما عمل الإنسان من عمل، لا يأتي شيئا في جنب الله قليل. ولا يضيع الله لك العمل، يعطيه. لكن إذا وهب لك شيء وهبه مختلف، إيراده عليك غير عملك أنت، ما يهديك من الأعمال غير ما تهدي أنت إليه، أينما تهدي إليه مما هو يريده عليك. شتان ما بين الكسب والوهب. فتح هنا بمعنى هيأ ويسر. إذا فتح لك يعني هيأ لك ويسر، والغالب استعماله في الخير. فتح الله، الله يفتح علينا جميعا، يفتح الخير، فتح لك الخير، أشعر الإتيان به. هنا أن جهة التعريف من الأمور الجميلة، والوجهة هي الجهة، والمراد هنا الباب والمدخل، والتعريف طلب المعرفة. تقول: تعرف لي فلان إذا طلب مني معرفته. والمعرفة تمكن حقيقة العلم بالمعروف من القلب حتى لا يمكن انفكاك عنه بحال، والمبالاة التهمم بفوات الشيء إذا لم يبالي به يعني فاته، وإن بالى به كسبه. قلت: إذا تجلى لك الحق تعالى باسم الجليل أو باسمه القهار، وفتح لك منها بابا ووجهة لتعرفه منها، فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك وأراد أن يجتبيك لقربه ويصطفيك لحضرته. نسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا بالجمال، يتجلى علينا باللطف. أما التجلي الجلال، لا، ليس كل الناس من يقدر على ذلك ويتحمل ذلك. تجلي الجلال قهر، يريك قهره، يريك جبروته. فاسم القهار إذا تجلى على عبده لا يتحمله كل إنسان. لذلك كان أحد الأخوة رحمة الله عليهم كان مفتيا في منبج، اسمه الشيخ جمعة أبو زلام رحمة الله عليه. زرته وكان قد ابتلي بمرض، فقلت له: يعني الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدنا ابتلاه. قال لي: نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان يا ابني، نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان. وشتانا من بين عبيد الإحسان وعبيد الامتحان، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون من عبيد الإحسان. لا يقدر على الامتحان إلا الجبال الرواسي من الرجال، وليس كل من يقف
للبلاء مثل سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، مثل سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل بقية الأنبياء. البلاء يأتي على قدر الأمثل فالأمثل، الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فنطلب، نحن أهل ضعف، نحن عبيد إحسان، هذا ما تعلمته من هذا الشيخ رحمة الله عليه. فنسأل الله أن يجعلنا لا يتجلى علينا إلا باللطف، يتجلى علينا بالرأفة، يتجلى علينا بالرحمة. فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك، نعم، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، يشتبيك لقربه ويصطفيك لحضرته، فالتزم الأدب معه بالرضا والتسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية إذا أراد الله أمرا أن يقع بنا بلاء، نسأل الله الصبر والتحمل والرضا. والرضا ليس كل إنسان يرضى، ربما المؤمنون يصبرون، ولكن الرضا بالقضاء أعلى درجة من الصبر. هناك السرور بالقضاء وإن كان مرا، يراه سهلا، يراه حسنا، وقبله بالفرح والسرور. ولا تبالي ما يفوتك بها معها من الأعمال البدنية، فإنما هي وسيلة للأعمال القلبية. فإنه ما فتح هذا الباب إلا وهو يريد أن يرفع بينك وبين الحجاب، يعني فتح عليك باب القهر، باب البلاء، حتى يقربك. ألم تعلم أن التعرفات الجلالية هي التي أوردها عليك لتكون أنت قريبا منه؟ التجليات الجلالية القهرية حتى يقربك سبحانه وتعالى، يقربك منه. فإذا قربك إليه أصبحت من أصفيائه، والأعمال البدنية أنت مهديها إليه تكون إليه بها واصلا. وفرق كبير بينما تهديه أنت من الأعمال المدخولة والأعمال المعلولة، وبينما يرد عليك الحق من تحف المعارف الربانية والعلوم اللدنية. شتان بين عملك الذي يعني يؤدي الركعات التي نؤديها وهي معلولة بالوساوس والغفلات والشهوات والغفلة عن الله عز وجل أثناء تلاوة القرآن في الصلاة، بين أن تكون أنت ساجد تشعر بنورانية الحق عز وجل، بلطائفه الرحمانية تتنزل على قلبك، أمرها عجيب. فطب نفسا أيها المريد بما ينزل عليك من هذه التعرفات الجلالية والنوازل القهرية، ومثل ذلك كالأمراض والأوجاع والشدائد والأهوال، كل ما يثقل على النفس ويؤلمها كالفقر والذل وأذية الخلق وغير ذلك مما تكره النفوس، هذه تجليات الجلال. فكل ما ينزل بك من هذه الأمور فهي نعم كبيرة ومواهب غزيرة تدل على قوة الصدق. ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا مخمصة حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له، غفر الله بها من خطاياه ورفع الله له بها الدرجات. فعندما ينزل بك البلاء لا تجزع، اعلم أنه يريد أن يصطفيك. ما زال البلاء بالمؤمن حتى لا يخرج من الدنيا وما عليه شيء، ما يبقى عليه ذنب. والصدق متبوع، إذا أراد الله أن يطوي مسافة البعد بينه وبين عبده سلط عليه البلاء حتى إذا تخلص وتشحر صلح للحضرة، كما تصفى الفضة والذهب بالنار لتصلح لخزانة الملك. وما زال الشيوخ رضوان الله عليهم يفرحون بهذه النوازل ويستعدون لها في كسب المواهب. وكان علي العمراني رحمة الله عليه ورضي الله عنه يسميها ليلة القدر، يقول كل الحيزة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يعني عندما تنزل النازلة يقول هذه الموهبة، هذه ليلة القدر عندي. والله أنا رأيت أحد الشيوخ رحمة الله عليه عندما مات ولده وهو كان يعني عبقريا في موريتانيا، وكان ولده الوحيد، ذهبنا لنعزيه فيه وإذا به يقول والله إني مسرور بقضاء الله، والله والله إني مسرور بقضاء الله. هذا الرجل يعني علمنا درسا في الصبر، ليس صبرا وإنما سرور، نعم سرور بقضاء الله عز وجل. قال هي خير لي وله،
خير لي الله جعله في صحيفتي احتسبته، وخير له لا أنساه أدعو له دائما. نعم، وذلك لأجل ما يجتنيه العبد من أعمال القلوب التي منها الذرة منها أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. يعني الذرة من عطايا الله، من واهب الله، أفضل من مثل الجبال من أعمال الجوارح. وقد قلت في ذلك بيتين وهما: إذا طرقت بابي من الدهر فاقت، إذا طرقت بابي من الدهر فاقة فتحت لها باب المسرة والبشر، وقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا، فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر. هذا عجيب هذا الشيء. إذا طرقت بابي من الدهر فاقة، الفاقة يعني الفقر الشديد، فتحت لها باب المسرة والبشر، وقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا، فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر. يعني كيف فهم هؤلاء الناس يفهمون أن البلاء عندهم سرور وبسط وترحيب به كأنها ليلة القدر؟ وأعلم أن التعرفات الجلالية هي اختبار من الحق ومعيار للناس، وبها تعرف الفضة والذهب من النحاس. فكثير من المدعين يظهرون على ألسنة المعرفة واليقين، فإذا وردت عليهم عواصف رياح الأقدار ألقتهم في مواهي القنوط أو القنط والإنكار. من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. بالامتحان يكرم المرء ويهان طبعا. يعني عندما تنزل البلايا بالإنسان، أذكر مرة كنا مع أحد الأخوة يتكلم دائما بالمعارف، وعندما أتينا المطار لنركب وأوقفه المسؤول لأنه يحمل حاجات يعني لا يريد، وعندما ضغط عليه وإذا به ينفجر بكلمات وسباب وشتائم، تعجبنا منه. يعني موقف بسيط أخرج منه قبح الكلام، فما عاد له قيمة في أنفسنا. كان مولاي العربي رضي الله عنه يقول: العجب كل العجب ممن يطلب معرفة الله ويحرص عليها، فإذا تعرف له الحق تعالى هرب منه وأنكره. يتعرف عليك أحيانا بالشدائد، كما تعرف عليكم أيها السادة الحضور، كما تعرف عليكم بهذه الهجرة التي حصلت كلها خير. هذا التشديد، هذا ضياع من الأموال وذهاب وشتات في بقاع الأرض جميعا، هذا كله فضل من الله عز وجل، هكذا أراد لنا. نحن نقبل ذلك ونسأل الله عز وجل الفرج القريب العاجل لنا جميعا. قال شيخنا البوزيدي أو اليزيدي رحمة الله عليه: هذه التعريفات الجلالية على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: قسم عقوبة وطرد. يعني قد يكون البلاء عقوبة وطرد، ذلك يقع معه القنوط، وقسم تأديب وتنبيه، يكون سادر في المعصية لكن الله أراد أن يصطفيه فيذكره. كيف إذا كان إنسان نائم وجاءه من ينخزه، جاءه من يغمزه حتى يستيقظ؟ تنبيه وتأديب. وقسم زيادة وترقي، كما كان للأنبياء، كما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الذي هو عقوبة وطرفة، والذي يسيء الأدب فيعاقبه الحق تعالى، وإذا جهل فيها فيسخط ويقنط وينكر. إذا نزل فيه البلاء يجهل، ما غير الله، ما غير شاف غيري حتى يعذبني، أنا شو سويت؟ هذا والعياذ بالله تعالى يزداد طردا وبعدا. ما شاف غيري يعذبني أنا، ما شاف غيري يدخي الله، ما في غيري أنا، هذا يزداد بعد وطرد من الله. أما القسم الذي هو تأديب فهو يسيء الأدب فيؤدبه الحق تعالى، فيعرفه فيها وينبهه لسوء أدبه وينهض من غفلته. كيف واحد نايم أنهضته وأيقظته بتنبيه كان ربما يكون قاسيا لأنه مستغرق بالنوم، فهي في حقه نعمة في مظهر النقمة. كثير من الناس كانوا في غفلتهم فرأى رؤيا مخيفة، رؤيا أنه يدخل النار ويعذب ويعاقب، وهذا يستيقظ ويتوب إلى الله ويرجع، وهذا خير له وتأديب.
فهي في حقي نعمة في مظهر النقمة. أما الذي هي في حقي زيادة ترقي، فهو الذي تنزل به هذه التعرفات من غير سبب، فيعرف فيها ويتأدب معها ويترقى بها إلى مقام الرسوخ والتمكين. يعني أنا ما أعمل شيء، يراجع نفسه، لماذا وقع بي البلاء هذا؟ ما أعمل شيء. أراد الله أن يرقيك. ربما ورد في بعض الآثار يريد الله لعبده مرتبة أو منزلة في الجنة لا يدركها بكثرة الصيام والصلاة، فيسلط عليه الباء فيرفعه إلى ذاك المقام. نعم. قلت والذي قال بعضهم، لذلك قال بعضهم بقدر الامتحان يكون الامتكان، يعني على قدر التحمل في المصيبة يكون التمكن في مقام العبودية، مقام المعرفة. قال أيضا اختبار الباقي يقطع التباقي، اختبار الباقي يقطع التباقي، ما عاد بيظل له بقايا في حظوظ الدنيا، حظوظ النفس، يرفعه منها فائدة. إذا أردت أن يسهل عليك الجلال قابله بضده وهو الجمال، فإنه ينقلب جمالا في ساعته. يعني عندما يكون هناك في نفسك شيء من ترى البلاء نزل بك، اضحك لهذا البلاء. إذا قال شر البلية ما يضحك، اضحك له، سر، قل الحمد لله، قل الحمد لله لأنه خير لك. وكيف ذلك إذا تجلى باسمه القابض في الظاهر، فقابله أنت بالبسط في الباطن، فإنه ينقلب بسطا. وإذا تجلى لك باسمه القوي، فقابله أنت بالضعف. وإذا تجلى باسمه العزيز، فقابله بالذل في الباطن. وهكذا يقابل الشيء بضده قياما بالقدرة والحكمة. وكان شيخ شيخنا المولاي العربي رضي الله عنه يقول: ما هي إلا حقيقة واحدة، إن شربتها عسلا وجدتها عسلا، وإن شربتها لبنا وجدتها لبنا، وإن شربتها حنظلا وجدتها حنظلا، فاشرب يا أخي المليح ولا تشرب القبيح. البلاء نازل نازل. نعم، في أحد الأخوة رافع يده، تفضل أخي رافع يده ويسأل. طيب، أنا خطأ سيدي. نعم أخي. طيب، معنى كلام رضي الله عنه كما تقدم: كما تقابله يقابلك، تقابله بالرضا يقابلك سبحانه وتعالى بالعطاء، بالبسط، بالسرور، ما بعد كل ترحة فرحة، وبعد كل فرحة ترحة. دائما إذا صبرت أتاك الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يغلب عسر يسرين. ولما تكلم عن الأعمال وثمرات الأعمال هو الأدب، ثمرات الأعمال الأدب، ومرجعه إلى السكون تحت مجاري الأقدار، تدبير واختيار، ولا تعجيل لما تأخر، ولا تأخر لما تعجل، بل يكون محط نظري إلى ما يبرز من عنصر القدرة فيتلقاه بالمعرفة. تكلم على تنويعها وتهذيبها بتهذيب عاملها، فقال ماذا قال: تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال، جنس العمل يقابله الحال، تنوع الشيء يعني تعدد أنواعه تكثيره، والأعمال هو عبارة عن حركة الجسم، الواردات والأحوال عبارة عن حركة القلب. إذن الأعمال للجوارح، والأحوال للقلب والنفس الروح. فالخاطر الوارد والحال محلها واحد، الخاطر والوارد في مجال واحد على القلب وهو القلب، لكن ما دام القلب تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمي ما يخطر فيه خاطرا، وإذا انقطعت عن الخواطر الظلمانية سمي ما يخطر فيه وارد. إذن الخواطر هي عبارة عن وساوس، والواردات هي إلهامات. فعندنا في ملك كل إنسان، الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان ملك وشيطان. الملك يلهم بالخير والشيطان يوسوس بالشر، فكل ما يخطر
يسمى وسوسة ظلمانية، وكل ما تراه فيه خيرية يسمى إلهام، يلهمك الملك ويوسوس لك الشيطان. إذا انقطعت عن الخواطر الظلمانية ثم ما يخطر فيه واردا أو حالا، فبإضافة أحدهما إلى آخر إضافة بيانية وكلاهما يتحولان. فإذا إن دام ذلك سمي مقاما، إذا دام الحال، دام حال السرور، دام حال البسط، دام حال القبض، هذا مقام يصل إليه العبد. قلت وقد تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع أحوال الباطنة، أو تقول أعمال الجوارح يعني أعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلوب، فإن ورد على القلب قبض ظهر على الجوارح أثره من السكون، وإن ورد عليه بسط ظهر على الجوارح أثره من الخفة والحركة، وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره وهو ترك وإحجام يعني عن الدنيا، إعراض عن الدنيا أي تأخر، وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح أثره وهو كد متعب أي الرغبة، وإن ورد على القلب محبة وشوق ظهر على الجوارح أثره وهو شطح ورقص، كما يحصل لبعض السادة الصوفية عندما يصيبهم الوجد، وإذا ورد على القلب معرفة وشهود ظهر على الجوارح أثره راحة وركود، إلى غير ذلك من أحوال وما ينشأنا من أعمال. يعني حال القلب ينعكس على الجوارح، ما يقع في القلب من أحوال يودعها الله عز وجل في قلب العبد، والله بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يقبض وهو الذي يبسط القابض الباسط. وقد تختلف هذه الأحوال على قلب واحد فيتلون الظاهر في أعماله، وقد يغلب على قلب واحد حال واحد فيظهر عليه أثر واحد، وقد يغلب على الشخص القبض فيكون مقبوضا في الغالب، وقد يغلب عليه البسط كذلك، إلى غير ذلك الأحوال، والله تعالى أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني الجسد مداره على القلب، صلاح الجسد بصلاح القلب وفساد الجسد بفساد القلب. أحوال الإنسان التي تعتري القلب تنعكس على الجوارح بالعمل. ترى إنسان دائما ضحوك يضحك، هذا البسط نزل على قلبي. ترى إنسان دائما عابس ومقبطب الجبين، هذا تجلى عليه بالقبض سبحان القابض الباسط. قلت بأجل هذا المعنى اختلفت أو اختلفت أحوال الصوفية، فمنهم عباد ومنهم زهاد ومورعون ومنهم المريدون ومنهم العارفون. قال الشيخ زروق رحمه الله ورضي الله عنه في قواعده، قواعد التصوف، قاعدة النسك الأخذ بكل مسك من الفضائل من غير مراعاة لغير ذلك، هذا النسك. إنسان الناسك يعني آخذ بكل الفضائل بغض النظر عن حاله غني أو فقير، فإن رمى التحقيق النسك فهو العابد، إذا تحقق بهذا الحال سمى عابدا، وإن مال للأخذ بالأحوال أحوال إيش فهو الورع، وإن آثر جانب الترك طالبا للسلامة فهو زاهد، وإن أرسل نفسه في مراد الحق فهو العارف إذا يعني سلم، وإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد والمراد منه أيضا. قال في قاعدة أخرى: لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد. فترى كثير من الشيوخ العارفين كل واحد له مسلك لكن المقصد واحد، كما أن الأئمة الأربعة أئمة الفقه كل واحد لكن المقصد واحد، بل يكون متحدا في اختلاف مسالك كالعبادة والزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة، وكلها متداخلة، فلا بد للعارف من عبادة، وإلا فلا عبرة بمعرفته، إذ لم يعبد معروفه، ولا بد له من زهادة، وإلا فلا حقيقة عنده، وإلا فلا عبرة بمعرفته إذ لم يعبد معروفه. يعني ربما عبد الدنيا، يعني بعض الناس عبد المرأة، بعض النساء عبدت الرجل، بعض الناس عبد اللباس، بعضهم عبد الدرهم والدينار،
لم يعبد معروفه، عبد غيره إذا ما عرف الحقيقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فهم انتقش. نعم، فلا بد العارف من عبادة، وإلا فلا عبرة بمعرفته، إذ لم يعبد معروفه. إذا ما عرف الله عز وجل ما عرف ماذا يعبد، ربما قضى عمره كله وهو يعبد شيء من الدنيا. ولا بد له من الزهادة، وإلا فلا حقيقة عنده، إذ لم يعرض عما سواه. ولا بد للعابد منهما، إذ لا عبادة إلا بمعرفة، أي في الجملة، ولا فراغ للعبادة إلا بزهد، والزاهد كذلك، إذ لا زهد إلا بمعرفة، أي في الجملة، ولا زهد إلا بعبادة، وإلا عاد بطالة. يعني بعض الناس كسلان لا يعمل، نقول عنه زاهد؟ لا، الزاهد الذي ينشغل بالعبادة عن أمور الدنيا، وإلا يكون كسول وبطال. نعم، من غلب عليه العمل فعابد، يعني غلبت عليه الصلاة والصوم، كثرة الصوم والصلاة كذا، هذا عابد. أو الترك، يعني ترك الدنيا، ترك الأعمال، يسمى زاهد. أو النظر لتصريف الحق فهو عارف. والكل اسمهم صوفية، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.